Coucou, assalamu tout le monde, marhaba bikoum sur ma chaîne Hasna Boutique 42. J'espère que tout le monde va bien. Moi ça va le best. Les awel mana chef le qana diali ma tabish tarak wi dir jaras bach lahqou ga jdid diali wi dir jam ila ajbou le vidéo. Liom jit aout wlit maakom وريت لكم هذوك لي كولور. حابه نوريكم انا راح ندير صبيغه في شعري. حبيت نوريكم باش نخلط صبيغه ديالي ونعطيكم واحد النصائح. انا وحده من الناس كنت نديرهم بزاف. شوفوا اللي تكون دايره شعرها اللي تكون دايره في شعرها ليماش تكون دايره ليماش في شعرها وحابه تخبي هذوك ليماش ديالها مي بصح وتبغي تعاود ديرهم اون اوتغ فوا تقدر ديرهم اون اوتغ فوا. واش نكونسييها دير؟ دير هذا نيميرو 5 اشقر شاتان كريستاني ودير نيميرو 3 كريستاني فاتح رمادي ولا دير نيميرو 6 كريستاني فاتح ولا نيميرو 11 اشقر رمادي. هادو لي كولور كيما راكم تشوفوا فيا شريت نيميرو 6 حندير كريستان فاتح يعني شاتان كلير بس راني دايره اون كولور مارون تما حبيت نديرها متوحد اللون يعني باش يولي لي كاع لا كولور كيف كرهت المارون حبيت نديرو شاتان كلير. كيما قلت لكم انايا اشاك فوا كي ندير لي ماش ونكره لي ماش وما نحبهمش يحرقوا لي شعري ونعيا اي توسا باش نخلي شعري باردون اي روبوزي اي اون ميم طون لو كان تنفح لي نوتر فوا نعاود نردهم. هادو هما لي كولور لي انا جو كونساي ديروهم. لي ما تبغيش تروح الحفافه وتبغي دير وحدها صبيغه ولا تكون بعيد وما تقدرش تروح الحفافه ولا راه ليسونسييل روحي الحانوت اشري هذوك لي نيميرو اللي عطيتهم لك باش تكوفري لي ماش تاعك ولا يكون شعرك صفر ولا ليسونسييل. ودوكا حابه نحكي لكم على هادو الحبيبات تاع لي بروتيين. سي دي بروتيين كيما قلت لكم انا نديرهم مع الشامبوان ونديرهم مع الصبيغه. انا كي قلت لكم كيفاش ندير مغرفه تاع قهوه مع الصبيغه ديالي ولوكسيدون بيان سور وانا عندي الشيب تما شو اوبليجي نصبغ بالفان. اللي عندها الشيب لازم دير لوكسيدون نيميرو 20 داكور تفهمنا. دوك نعاود لكم اللي تحب تخبي شعرها صفر محروق ولا ليماش ولا باش تخبيهم بالنيميرو 5 نيميرو 3 ولا نيميرو 6 ولا نيميرو 11 هادي في لوغيات. انا درت لكم اليوم غير على لوغيات باسكو انا وحده من الناس لوغيات تخرج عليا بكل صراحه. نحب بزاف لوغيات باسكو اشاك فوا كي ندير لوغيات نكون دايره ميمبورت كال تينتور ندير لوغيات تكالمي لي شعري يولي عادي. فوالا هذا هو الفيديو تاع اليوم ان شاء الله يكون عجبكم. تهلاو في روحكم بوغ ان اوتر فيديو ومازال الوصفه الحشيه نديرها لكم ان شاء الله. باي باي مع السلامه تو الموند.